وصحبه أجمعين. القضية برمتها يعني والتي عرضت في المؤتمر كانت هي من إنجاز لضباط شرطة دبي، وأنت كما تعلم ويعني كل المقيمين هنا من مواطنين ومقيمين، أن شرطة دبي لديها خبرات يعني أمنية و يعني موارد البشرية مؤهلة أهيل رفيع المستوى، بالتالي يعني لم تكن لدينا حاجة في أن نتوصل إلى معرفة يعني الجناة، لكن للأمانة الفحص الذي أظهر نتيجة اليوم وأكد على أنه يعني شل بوسط يعني حقنا بتخدير، كان فحصا خارجي يتطلب هذا شهر كامل، لكن لا يغير هو كثيرا في النتيجة، يعني تكميم المغدور وكتم نفسه كان سببا أيضا مباشرا ومؤثرا في الوفاة. سعادة الفريق، نائب الرئيس الأفغاني السابق الإسرائيلي اعتبر إن كانت إسرائيل هي من نفذت العملية الاغتيال فهذه تعتبر بطولة بوجهة نظره هو، فما هو تعليقه؟ يعني إذا كان في القتل تباهي فالأحق أن يتباهى بهذا يعني المبحوح، لأن أسر يعني قتل جنديين من جنوده رئيس الأركان هذا في الوقت الذي رئيس موساده أرسل 27 لاغتيال نفر واحد، فمن أجزر الآن بالتباهي؟ أظن المبحوح باعتقاله لجنديين وقتلهم إذا كان القتل فيه تباهي فهو أحق بأن يتباهى، وليس رئيس الموساد أو رئيس الأركان هذا الذي يعني أرسل دولته 27 نفر لملاحقة شخص واحد. سعادة الفريق، بما أنك تحدثت عن الرقم 27، أشرت لوسائل الإعلام سابقا قبل أيام بأن هناك شيء زيادة، يعني لو تتفضل. كان 26 وحين زاد واحد. نعم زاد واحد. 26 زاد واحد. سعادة الفريق، يعني هل تضعنا، هل توصلت شرطة دبي إلى العدد النهائي أو الإحصائية النهائية لمنفذي هذه الجريمة؟ وحتى وإن كانت هناك بعض التفاصيل تشير إلى هناك فلسطينيين أو فلسطيني. يعني نحن إذا 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 بنحسب الفلسطيني أحدهم متورط بيصير يعني 27 يهودي زايد واحد. نعم. ما هي طبيعة التورط؟ عربي. ما هي طبيعة التورط هذا العربي أو الشخص الفلسطيني بكل صراحة؟ يعني بكل صراحة يعني هو تقابل معه في وقت يوجب الشبه وفي مكان يوجب الشبه ومع رجل مشبوه، وبالتالي استلم من شيء او سلم لشيء، يبدو من واضح من يعني التسجيل. هذا لا شك ان احد المتورطين والذين يعني عملوا دعم لوجستي للموضوع. لم يعترف لحد الان مثلا بتفاصيل معينه بدعمه لهذه الجماعه ان كانت دعم لوجستي؟ لا، يعني في في فيما يدلي فيه بأنه هو يعني إن كان هنا أو سلم إلى هناك، في الحالتين هو إيش متورط. نعم. سعادة الفريق، يعني اليوم أعلن عن استخدام مخدر في عملية القتل، هل هذا ينفي استخدام مواد سامة كالتي استخدمت في محاولة اغتيال خالد مشعل في الأردن؟ أنا ما أدري شو استخدم لخالد مشعل، لكن يعني هذا التقرير اليوم يقول بأن شلت حركته، وأن إذا كانت جرعة زائدة قد تؤدي إلى الوفاة، لكن يعني كلا السببين التخدير والتكميم أدى إلى وفاته في هذه الفترة التي توفي فيها.